السلام عليكم ورحمة الله، تحية لجميع الإخوان في مجموعة تكنو بلانيت. نتمنى أن الكل إن شاء الله يكون بخير وعلى خير. إخوان، جيتكم اليوم بعد شرح مبسط على تطبيق الواتساب وعلى بعض الميزات اللي نقدروا نحتاجوها إحنا كمكفوفين، وهناك ميزات اللي يحتاجها الإخوان ضعاف البصر. إذن على بركة الله ندخلوا للتطبيق. واذا بيبي هو هذا، حاولون واذا بيبي بحث دردشة جد مزيد من الخيارات بوتون مزيد من الخيارات ابيي دو فوا نفعلها. بور اكتيفي ابيي نقلبوا على إعادة تشغيل الإضافات والخصائص نقوم بلايك تلقاو ابيي دو فوا الإضافات بور والخصائص، اكتيفي ندخلوا لها. التنقل إلى أعلى بوتون قون بالايو إكس بي كيو التنقل الأسئلة المتكررة أبوي الأسئلة المتكررة الأسئلة المتكررة ما نحتاجوهاش. التحديثات هذه أبوي دو فوا التحديثات، هذه هنا كندخلو بين الفينة والأخرى، كندخلو باش كنعرفو ونشوفو واش جانا شي تحديث جديد ولا ما جاناش. ندخلو لها غراند بريتانيا البحث عن تحديث غراند بريتانيا واز بي بي في 5.60 ابويي دو الاصدار عندي هو 5 البحث عن تحديث غراند بريتانيا واز بي بي في 5.60 نحاول نضغط ابويي عليها دو ضغطتين، يعني ما عطاني حتى شي تحديث، يعني اخر تحديث هو هذا. تعطيل التحديث التلقائي هنا تعطيل بغينا التحقق نوقفوا التحديث التلقائي، التحميل من موقع المطور تحميل هنا بغينا اخر نحملوا التطبيق من الموقع ديال المطور ديالنا. تغييرات غراند وهنا الا بغينا نعرفوا التغييرات اللي كاينه في على التطبيق في الموقع الرسمي ديالو، نعاودو نخرجو نبالايو. تحميل الثيامات تحميل الثيامات من صنع هنا كاين هادو كيتسموا بليتام، يعني بالالوان الخاصه بهذا التطبيق، يعني الواجهه ديال التطبيق ملي كندخلوا له كيفاش من لون بغينا نديروا فيه، يعني كاين بزاف المئات ديال الالوان كاينين هنايا، يعني هاد الامور هادي. جديد 27 يناير 2017 يعني سي لا ليسبوك نون سان داكيل 27 يناير. ابويي دو فوا بور اكتيفي هنا الا بغينا نديروه هو كاتم في الواجهه، غادي نكون سان ليبلي سان ليب تطبيق بوتون حتى نسمعوا التطبيق ابويي دو بوتون فوا نضغطوا بور عليه اكتيفي وغادي يجينا واحد الرساله تقول لنا نضغطوا عليها باش نعرفوا بالضبط. لتطبيق هذه الإضافة عليك إعادة تشغيل البرنامج إلغاء بوتون موافق بوتون كاين موافق وكاين إلغاء. أبويي دو أنا فوا غادي بور ندير أكتيفي إلغاء إلغاء لأن ما نحتاجش التيم دابا. المزيد أدخل لمشاهدة المزيد من خيارات الثيامات دون ليست هنا كاين المزيد من الخيارات هذه. حفظ الإعدادات الخاصة بك هنا الاول اختيار فيها هو حفظ الاعدادات، يعني لو بغينا هاد الاعدادات اللي عندنا بغينا ناخذو منها نسخه، يعني من بعد ما نبارامتريو هاد التطبيق ديالنا على الشكل اللي حنا بغيناه بغينا ناخذو لها واحد النسخه ونخليوها عندنا. الى جاب الله فورماتينا التليفون وانستالينا التطبيق نعاودو نرجعو له. تطبيق الموضوعات المخزنه في بطاقه الذاكره ابويي من هنا كناخذوا هذوك الاعدادات اللي تطبيق لينا تطبيق الموضوعات المخزنه في بطاقه الذاكره من ابويي دو فوا بور اكتيفي مشاركه اعدادات غراند بريتانيا واز بي بي. هنا هذيك الاعدادات اللي عندنا الا بغينا نشاركوها مع شي شخص حتى هو عنده الجي بي واتساب. الوضع الافتراضي استعادة الإعدادات الافتراضية للبرنامج هنا الا بغينا نركز أبويي دو فوا البرنامج على الأصل ديالو، يعني بار ديفو كيف كان. أرسل فيهمك للمطور ليتم وضعه على سير فير الثيامات قريبا. هنا أبويي دو فوا بوغ عندها علاقة بالأشخاص اللي يهتموا بالبرمجة
بالتطوير ديالها. الا كان عندهم مثلا شي تيم وبغاو يرسلوه للمطور باش يضيفوه في القائمة ديال التيمات. المزيد ادخل واحدة شاشة المحادثة، ادخل هنا للتعديل على قائمة المحادثة. appuyez deux fois pour activer. هنا هذه شاشة المحادثة غادي ندخلوا لها. هذه كما قلت هي من الامور اللي كتهم الاشخاص ضعاف البصر، بحيث ان فيها عدة ميزات. واحدة شاشة المحادثة، واحدة نقطة واحدة الشريط العلوي، ادخل هنا تغيير الوان الشريط العلوي في شاشة المحادثة. هذاك واحدة الشريط اللي نقطة كيكون عندنا الفوق اللي كيكون فيه الرقم ديال المحادثة او الاسم ديال المجموعة، وكيكون فيه بوطون جواندر وابل و اوتر اوبسيون. هذا هنا كندخلو الى بغينا نديرو له اي لون. واحدة نقطة واحدة الشريط العلوي، ادخل نمشيو واحدة للتيمات نقطة اثنان المحادثات، ادخل هنا تغيير الوان محادثة في شاشة المحادثة. هنا ابلي هذا الاختيار. هذا شنو فيه؟ هذا الاختيار الثاني فيه الى بغينا ندخلو باش نغير اللون ديال الواجهة ديال المحادثة، من حيث الألوان، من حيث تكبير الخط ديال الكتابة، يعني عدة أشياء ممكن احنا ندخلو غير باش واحدة نمروا نقطة عليهم اثنان ونعرفوا المحادثات، كيفاش بسرعة. ادخل وغير هنا تغيير نشوفوا غير واحد الأمر هنا اللي هو مهم، اللي كيبحثوا عليه بزاف ديال الإخوان. واحد اثنان صفر تخصيص خلفية، صورة خلفية مختلفة لكل دردشة. نون كوشي يعني لو بغينا كل شكل دردشة نديرو صندوق لها الإرسال. واحد اثنان اللون ديالها. صفر أ ماجيسكول شكل صندوق الإرسال. واحد اثنان صفر أ ماجيسكول appuyez صندوق deux fois الإرسال pour يعني البلاصة activer. اللي كنكتبو فيها لو بغينا نغيرو لها الشكل ديالها. واحد اثنان واحدة خلفية الدردشة التدريجي يعني هاد الشيء اللوني كله غادي نمر عليه ديزاكتيفي. لأن راه الشرح نفسه بنفسه. واحد اثنان اثنان إلغاء تحديد النص، إلغاء ميزة تحديد نص الرسالة في شاشة المحادثة. واحد اثنان ثلاثة تشكل فقاعات الدردشة، تغير تصميم الفقاعات. appuyez deux هادو fois pour كيكون واحد activer. الفقاعات خارجين في كل دردشة باش عليهم كنبركو باش كان نبارطاجيو شي حاجة. هادو بالنسبة للناس اللي كيشوفو غادي يعرفوها إلا بغينا نغيروهم. واحد اثنان أربعة لون الرابط، حدد لون الرابط الموجود في يعني شاشة الروابط اللي المحادثة. كيجيونا شنو اللون ديزاكتيفي. بغينا نديرو لهم. واحد كما قلت هادي اثنان كلها أمور خمسة شرح لون نفسها النص بنفسها. جهة. واحد تغيير حجم الرسالة. نون كوشي كازا كوشي هادي لا كوشيناها appuyez deux fois. غير يمكن لينا نغيروا الحجم ديال الرسالة، يعني داك الكتابة اللي مكتوبة بين الرسالة اللي بغينا نكبروها كنكوشيوها وكنهبطو لتحت كنلقاو واحد البار، لا بار كنطلعوها. واحد اثنان سبعة حجم الرسالة، حدد حجم للنص التي وردت في شاشة المحادثة. اسبي باينه. واحد اثنان ثمانية لون الفقاعة اليمنى، حدد لون الفقاعات على الجانب الأيمن في شاشة المحادثة. ديزاكتيفي. اللون ديالهم ديك واحد الفقاعات اللي هضرنا اثنان عليهم. تسعة لون الفقاعة اليسرى، حدد الأول من فبراير عشرة الوقت في الجهات اليسرى، حدد الأول من فبراير اللون أحد ديال عشر التاريخ ديال الوقت في الوقت الجهات في اليمنى، الجهة اليسرى حدد وفي لون الجهة اليمنى. الأول من فبراير اثنا عشر حجم الوقت، حدد حجم الوقت في المحادثة. اس بي 13. هذا باش نحددوا حجم الوقت. هذا الأول من كله كما فبراير قلت الأول من فبراير 14 لون أيقونة صحيحة القراءة. ديزاكتيفي. هذاك فاش كنصيفط واحد الميساج وكيقراه شي حد كيعطينا بانه تقرب واحد اللون ازرق، هنا كيعطيك لو تتغير له اللون ديالو. الأول من فبراير يعني كما قلت لك كلها امور. الأول من فبراير 16 فقاعة التاريخ، حدد لون التاريخ في فقاعة شاشة المحادثة. الأول من فبراير 17 اسم المشاركين، اختار لون أسماء المشاركين في المجموعة. ديزاكتيفي.
يعني المجموعات اللي عندنا هذوك الاسماء ديال الاشخاص اللي فيها اللي بغينا نعطيهم واحد اللون محدد. الأول من فبراير 18 أيقونة الفيسات تعيين. الأول من فبراير 19 لون زر الإرسال، حدد لون زر الإرسال في شاشة المحادثة. الزر ديال باش كنضغطو عليه ديال اونفوي كيكون عنده واحد اللون في الابيض او في اي لون، هنا كنبدلو له كذلك اللون ديالو. الأول من فبراير 21 زر المايك، حدد لون زر المايك في قائمة المحادثة. هنا البوطون فوكال ديال الميساج فوكال اللي بغينا نبدلوها كذلك. الأول من فبراير 23 لون الشريط السفلي، حدد لون الشريط السفلي في شاشة. يعني هذه كلها غادي حدد لون خلفية باختصار ان هذه كلها امور معروفة. تحديد لون الشريط الأول من فبراير 1932 إظهار تنبيه لآخر ظهور، إظهار تنبيه لآخر ظهور عند فتح أي محادثة. نون كوشي كاسا كوشي فين ما كنحلو اي ابيي دو فوا بوغ اكتيفي آخر دور، يعني هذه ما كاين علاش، لأن كيف كندخلو كنعرفو الشخص معاش دخل كيكون باينة إلا كان هو خافي الظهور ديالو. الأول من فبراير 1934 عدم توقيف الصوت، لا تسمح الأجهزة الاستشعار بتوقيف الرسائل الصوتية. نون كوشي كاسا كوشي. هذا مهم عندي أنا بالنسبة لي هنا اللي غيهم الإخوان المكونين، لأن أغلب الإخوان كي أنستاليو الجي بي واتساب وكي يصطدموا بواحد المشكل اللي هو فاش كيكون كيسمع ميساج فوكال وكيقرب التليفون لودنو الميساج فوكال ما كيتسمعش، يعني كيبقى يتسمع مجهد ما كيدوش ل ما كيدوش للسبيكر يعني الباف ديال التليفون، كيبقى ديما كيتسمع في الباف الخارجي. هنا الأول من فبراير 1934 عدم توقيف الصوت، لا تسمح الأجهزة الاستشعار بتوقيف الرسائل الصوتية. نون كوشي كاسا كوشي. هنا يعني الا كانت كوشي راه الصوت غيبقى يتسمع على برا يعني بجهد بصوت مرتفع. الأول من فبراير 1935 إخفاء أيقونة تسجيل الصوت. نون كوشي كا هنا الا بغينا نحيدو كاع ديك الأيقونة ديال لي ميساج فوكال الا بغينا نحيدوها في خطرة ما غنحتاجوهاش في الحقيقة، كذلك بالنسبة لنا حنا بالنسبة للأشخاص المكفوفين، بالنسبة للمبصرين أو ضعاف البصر إلا احتاجوها راه باينة. الأول من فبراير 1938 إلغاء فتح الكيبورد، عدم فتح الكيبورد بشكل تلقائي عند دخول محادثة. نون كوشي ك هنا هذه بالنسبة ملي كندخلوا لشي محادثة يعني الكلافي كيطلع يعني بوحدو كيطلع، إلا بغينا حتى نحتاجو حنا عادي يطلع كنكوشيو هذا الاختيار هذا. الأول من فبراير 1938 إلغاء فتح الكيبورد، عدم فتح الكيبورد بشكل تلقائي عند دخول محادثة. نون كوشي كاسا كوشي. الأول من فبراير 1939 إخفاء الحالة العامة. نون كوشي كاسا كوشي. أبويي دو فوا الحالة ديال السطوري، هنا بغينا نخفيو هذاك الحاله الجديده دابا اللي داروا ديال الستوري ديالنا، كنكوشيو هاد العمليه هادي هاد الاختيار. الاول من فبراير الاول من فبراير 1942 حجم الفيسات، استخدام نفس الحجم لجميع الفيسات. نون كوشي كاسا كوشي. يعني دوك الرموز ابيي دو فوا بوغ اكتيفي كذلك ما غنحتاجوهاش. الأول من فبراير 1900 لون الفيسات هذه ما احتاجوهاش. الأول من فبراير 1956 إيقونة إعادة التوجيه ديزاكتيفي. هنا الأيقونة عاوتاني ديال إعادة التوجيه، يعني باش كنعاودو نبارطاجيو أو نترونسفيريو شي ميساج إلا بغينا نشغلو. الأول من فبراير 1956 إيقونة إعادة التوجيه ديزاكتيفي. ديزاكتيفي كنشغلوه وكنمشيو لينا كندير. الأول من فبراير 1957 خلفية إيقونة إعادة التوجيه ديزاكتيفي. الخلفية ديالها
بقات هنا واحد الملاحظة، هو أن كيف كتسمعوا هنا بالنسبة ل عفوا الأرقام ديال كل اختيار أو ديال كل خيار كيتنطق بالأول من فبراير. هذا غير مشكل ديال سمارت فويس، يعني هذا ديفو فيه كيقرب هكا، ما هو كل اختيار عنده رقم وعنده نقطة، غير هذيك النقطة ما كتقراش. دائما نعود نرجعو، 1.3 وضع الشفاف دون لا ليست. هنا الا بغينا نردو ابويي دو فوا بور الواتساب اكتيفي، ديالنا يعني يكون شفاف بزاف، يعني اللون ديالو كيبين. 1.4 الصور، ادخل هنا تغيير اعدادات صور الاشخاص. هنا الا بغيتي ابويي دو فوا بور اكتيفي الاعدادات ديال الصور ديال الاشخاص، يعني بغيتي في كل رسالة مكتوبة يجيك مرفوقة بالصورة ديال الشخص، يعني بحال هذا الشكل ما نحتاجوش ندخلو له، يعني كما قلت هما راه شارحين نفسهم بنفسهم. نعاودو نخرجو. 1 شاشة المحادثة، ادخل المظهر. اذا هنا في المظهر 1 شاشة المحادثة، ادخل ورقم هنا واحد هو شاشة المحادثة، راح ندخلنا لها. نشوفوا رقم جوش. 2 شاشة المحادثات الرئيسية، ادخل هنا للتعديل على قائمة المحادثات الرئيسية. هذه قائمة المحادثات الرئيسية، ندخلوا لها. 2.1 الشريط العلوي، ادخل لتعديل الشريط العلوي لشاشة المحادثات. دون هذا ليست. الشريط العلوي بحل رقم واحد يعني الأول. 2.2 صفوف المحادثات، ادخل هنا صفوف المحادثات. هنا صفوف المحادثات، إذا بغينا نزيدو نكبروا الأسماء أو نصغروهم ونكبروا التوقيت ديالهم. 2.3 شاشة المكالمات، ادخل للتعديل على شاشة هنا إذا بغينا نعدلو على الشاشة ديال الجهة ديال المكالمات، دوك الجورنال كذلك نكبروه ونصغروه، هو في عدة اختيارات. 2.4 قائمة الأسماء، أدخل هنا للتعديل على هنا قائمة نعدلو على الأسماء. كلمة الأسماء. 2.5 إظهار إشعار عندما يصبح أحد ما متصل، إظهار إشعار عند دخول جهة اتصال بحالة متصل. 1 يجب أن تكون حالتك متصل في الواتساب. 2 يجب أن يكون لديك المحادثات التي تم إنشاؤها باستخدام معلومات الاتصال. هنا الى بغينا ناكتيفيو، يعني اي واحد من لي كونتاكت اللي عندنا اللي سبق لنا تراسلنا معاهم، بمجرد ما نكونوا حنا داخلين الواتساب، بمجرد هو ما يتكونيكتا كيجينا واحد البيب وكيعطينا باللي هذاك الشخص راه الان راه كونيكتي. هذه كتخدم غير الحقيقه ما كينطقهاش بالنسبه للناطق، ما كتنطقش، لان كيطلع واحد الميساج بالزربه وكيمشي. انا ندخلوا لها. هي دخلنا لها. 2.5 تفعيل اشعار من اصبح متصل. نون كوشي كازا كوشي دون ليست. انا اذا كوشيناها غادي ابويي دو فوا بور اكتي. 2.5.2 اختر نغمة التنبيه. انا باش خصها نغمة ابويي دو فوا. 2.5.3 مكان ظهور التنبيه. هنا فين بغينا هذاك التنبيه يبان لنا، واش في الاعلى ديال الشاشه او في الوسط او في الاسفل، حتى هي كندخلوا لها وكنختاروا. 2.5.4 مدة التنبيه. المدة ديال ابويي دو فوا بور اكتيفي كيعطينا نختاروها. 2.5.6 لون خط التنبيه ديزاكتيفي. اللون ديال الخط ديال التنبيه كيفاش بغيناه يكون، لان فوق منه. 2.5.5 خلفية التنبيه هنا خلفية التنبيه. 2.5.7 إشعار عند تغيير الصور الشخصية، إظهار إشعار عندما يقوم أحد من بتغيير صورته الشخصية. نون كوشي. هذا الخيار إلى كوشيناه غيولي أي شخص بدل الصورة ديالو على الواتساب كيجينا ميساج بلي هذاك الشخص راه بدل الصورة ديالو على الواتساب. 2.6 وضع الشفاف. هنا وضع الشفاف كذلك. 2.7 الزر العائم.
Appuyez deux fois pour هذا activer. كيكون واحد الأيقونة في الويدجت، يعني بحال أيقونة مائية ما اثنان نقطة نحتاجوهاش، سبعة بالنسبة ألزر لنا نكون العائم. مكفوفين. أربعة ألوية. ثلاثة الإشعارات المنبثقة. أدخل هنا لتعديل الإشعارات المنبثقة. Appuyez deux هنا fois خاص pour activer. التعديل على الإشعارات، يعني كيفاش بغينا الإشعارات يظهروا لنا، واش يبقاو ينباتقوا يعني في وسط الشاشة، ولا يبقاو في ديك لابار، ولا في أي شكل بغيناهم. أربعة الويدجت. أدخل هنا لوضع الويدجت. هنا إلا Appuyez بغينا deux fois pour نخرجوا بزاف ديال اللي بحال دي راكورسي، نخرجو من السطح ديال الهاتف ديالنا، يعني الويدجيت باش نعدلو عليها. هذا خمسة مشاركة الوسائط. تغيير خيارات المشاركة هذه الوسائط. مهمة، يعني انا Appuyez كنحاول deux نركز fois. على الامور اللي غنحتاجوها حنا كمكفوفين، اما الامور الاخرى يعني راه شارحة بالنسبة للاخوان ضعاف البصر او المبصرين، راه شارحة نفسها بنفسها. خمسة مشاركة الوسائط. تغيير خيارات المشاركة الوسائط. هذه ندخلو لها، هي مهمة. خمسة نقطة واحدة حجم الفيديو. تعيين الحد الأقصى لحجم الفيديو. MB 30 dans la liste. هنا Appuyez خلي deux fois بالنسبة pour activer. للواتساب الرسمي العادي اللي كاين في بلاي ستور، الفيديو اللي بغينا نصيفطوه ما خصوش يتعدى 16 ميجا، ولكن هنا كاينه إمكانية أنك تصيفط فيديو فيه 30 ميجا، يعني ها أنت كيف كتسمعوا. خمسة نقطة واحدة حجم الفيديو. تعيين الحد الأقصى لحجم الفيديو. MB 30. 30 ميجا. Appuyez deux fois pour إشارة بين قوسين أن كاين تطبيق آخر كيتسمى الواتساب بلس 2، هذا في التحديث الأخير ديالو، واللي هو من تطوير المطور أبو صدام الرفاعي، هذا وصل لأنه رفع الحجم ديال الفيديو ل 700 ميجا على الواتساب، يعني اصبح بامكان الاشخاص اللي عندهم الواتساب بلس 2 انهم يصيفطوا فيديو واخا يكون الحجم ديالو كيتراوح كيبلغ 700 ميجا، ممكن يمشي على الواتساب. خمسة نقطة اثنان دقة الصورة. أعلى دقة عند مشاركة الصورة. هنا دون الى عندنا كوشي كاسا كوشي. واحد الصورة بغينا نصيفطوها ما بغيناش تفقد هذيك الجودة ديالها، كنكوشيو هذا الاختيار هذا ديال اعلى دقة للصورة. خمسة نقطة اثنان دقة الصورة. أعلى دقة عند مشاركة الصورة. دون كوشي كاسا كوشي. كتكون أبويي نونكوشي دو فوا. كنكوشيوها. خمسة نقطة ثلاثة حجم المقطع الصوتي. تعيين الحد الأقصى لحجم المقطع الصوتي. MB 16. Appuyez deux fois pour. كذلك بالنسبة للأوديو في الإصدار الرسمي اللي كاين على بلاي ستور، كيسمحوا لنا باش نصيفطوا مقطع أوديو ما يتجاوزش 16 الميجا، بخلاف هنا ممكن صفر نوصلوا حتى بورسون ل 100 باغ ميجا. افيك لو 50. 50% باغ افيك كورسور. 70% باغ افيك كورسور. 90% باغ افيك كورسور. 100% باغ افيك كورسور. هنا هو وصلت ل 100 Utilisez les touches de 100 volume pour ميجا. régler les. 5.4 دقة عالية للحالة. وضع أعلى دقة عند مشاركة حالة جديدة. No. هنا هذيك الستوري ديالنا الا بغينا نشاركوها بدقة عالية، يعني انا ما مشغلهاش لان ما كنبغيش نشارك ستوري نهائيا. نعاودو نخرجو، نمشيو لرقم 4. أربعة الويدجت. أدخل هنا هنا خمسة مشاركة الوسائط. تغيير ستة المزيد من الإعدادات. أدخل هنا للتعديلات الأخرى وغيرها. Appuyez deux fois غندخل pour هذا الاختيار، activer. هذا هو مهم، في أمور مهمة. التنقل الإضاءة. Grande Bretagne WAZPP. ستة نقطة صفر أيقونة البرنامج. 6.0 Appuyez deux fois pour أيقونة activer. البرنامج. هنا ستة نقطة. ستة هذيك نقطة. الدائرة ديال اللون ديال الدائرة الواتساب اللي هو بالخضر، هنا
كيمكن لينا نبدلوه لأي لون بغينا، لا بغينا اللون الوردي، الأسود، الأبيض، يعني أي لون. كما قلت هذه أمور ما كتعنيناش حنا كمكفوفين. 6.1 شكل الصحين، اختر شكل الصحصحين للسلام صحين القراءة. هنا Appuyez deux هذاك fois. هذاك السهم اللي كيبان لينا ملي كي فاش كنصيفطو شي ميساج لشي واحد وكنبغيو نعرفو اللي قراه، يعني كنسليكسيونو هذاك الميساج وكنطلعو للفوق، كاين واحد البوطون باش كنعرفو شكون يقرا لي ميساج ديالنا. هنا كنختارو لهم اللون ديالهم، صح الاستلام وصح القراءة، كيفاش بغينا بشمن لون بغيناهم. هذه كاينه في ستة اختيار نقطة واحدة شكل الصحين، ستة اختر نقطة شكل واحد صحصحين للسلام صحين القراءة. 6.2 إخفاء الإشعارات. هنا Appuyez deux fois pour إلا بغينا activer. 6.2 إلا بغينا نخفيو الإشعارات. 6.3 أيقونة الإشعارات. هنا Appuyez deux fois. الأيقونة ديال الإشعارات كي بغيناها تكون 6.4 إظهار التاريخ والاسم. إظهار التاريخ والاسم عند نسخ رسالتين أو أكثر. نون كوشي كاس كوشي. أبويي دو فوا بور هذه أكتي. ميزه ما كايناش في الواتساب الرسمي، اللي هي مثلا فاش كنسيليكسيونو واحد العدد ديال الرسائل المكتوبه وكنديروا لها ترونسفيري في الواتساب الرسمي، وكان كان واحد 3 ولا 4 فاش كنترونسفيريوهم، شنو كيوقع؟ هذاك الشخص اللي استلم هذيك الرساله كيستلمهم مرفوقين بالتاريخ ديالهم، التاريخ باش جاونا هنا. ولكن هنا في هذا الاصدار هذا ديال جي بي واتساب محيدين هاد عطينا اختيار، الا بغينا هاد التاريخ يبان كنكوشيو هاد الاختيار، ما بغيناش يبان كنخليوه هكا نونكوشي. 6.4 إظهار التاريخ والاسم. إظهار التاريخ والاسم عند نسخ رسالتين أو أكثر. 6.5 بقاء متصلا دائما. بقاء متصلا حتى إذا خرجت من البرنامج قد يستنزف البطارية. نون كوشي. هنا الا بغيتي ديما تبقى اونلاين، يعني تبقى ديما كتبان اونلاين، ولكن كما سمعتوا يعني هذا كيستهلك الطاقه ديال البطاريه، يعني واخا تخرج من الواتساب كتبقى اونلاين. ما ننصحش بهذا الاختيار. 6.7 نسخة احتياطية للبيانات. أخذ نسخة احتياطية لاستعادتها بعد تثبيت نسخة جديدة من غراند بريتانيا واز ا بي بي. هنا نبغي أبليي دو فوا ناخذ بوغ واحد النسخة احتياطية داتا نخليوها عندنا في الذاكرة الخارجية أو في الحاسوب، ومني كنفورماطي وكنعاودو نرجعو لها. 6.8 عرض قائمة الأسماء. Appuyez deux fois pour activer. هنا بالنسبة للواتساب الرسمي جاب هذاك الميزة ديال ديك ستوري وتحيدوا لينا لي كونتاكت، ملي كنسحبوا من اليسار لليمين ما كيبانوناش لي كونتاكت. هنا عطينا الإمكانية اللي بغينا نردو هاد الميزة هادي، كنضغطو كوشي الافتراضي دون لا هنا ليست. الافتراضي يعني بحال Appuyez الرسمي. deux الأسماء بدلا من الحالة. هنا الأسماء Appuyez deux بدلا fois pour من cocher ou الحالة، يعني ديك ستوري اللي ولات. الأسماء بدلا من سجل المكالمات. Appuyez هنا deux إلا fois بغينا pour نخليو cocher ou ستوري décocher. نخيلو سجل المكالمات، يعني الجورنال دي زابيل، ولكن أنا غادي نحيد الحالة. الأسماء بدلا من الحالة. يقت علينا 6.8 عرض قائمة الأسماء. 6.9 التنبيهات الممتدة. إضافة الرسالة تنبيه شريط الحالة. نون كوشي كاسا كوشي. هذه واحد الرسالة أبويي دو فوا بوغ. يمكن لينا نتوصلوا بها ديال الحالة ديال أي شخص كتجينا، ولكن ما كنظن بأنها ليست مهمة، واللي بغاها يشغلها. 6.10 إنشاء اختصار للبرنامج. إنشاء اختصار لأيقونة البرنامج لتشغيل أعداد الرسائل الغير مقروءة. أبويي دو هذه فوا. ميزة اللي الحمد لله ما بقيناش غنعتمدوا عليها، لأن هذا التحديث هذا وقع فيه تحسين، لأنه من قبل كنا باش نعرفوا هذوك فاش كنحطوا صبعنا على الواتساب قبل ما ندخلوا له ما كانش كينطق لنا عدد الرسائل اللي عندنا في وسط الواتساب، ولكن في هذا التحديث الأخير يعني ولا تحل هذا المشكل، يعني بدون أننا نجيو لهذا الاختيار ونديروا اختصار البرنامج. 6.11 تعطيل الإشعارات المنبثقة.
تعطيل الإشعارات في الأنز وريد لولي بوبي وما فوق. نون كوشي كازا هذه كوشي. هذه كاين واحد الميزه ابيي دو ديال فوا بوغ تعطيل اكتيفي. الاشعارات اللي كتجي الى وانا نعطلوها بالنسبه للاندرويد 5 فما فوق. ستة نقطة اثنا عشر خلفية سوداء للإعدادات. تغيير الخلفية من بيضاء إلى سوداء في شاشة الإعدادات. نون كوشي. ستة. نكوشيو هادي، انا نكوشيها ستة نقطة. يعني فاش كتدخل لهاد مزيد من الاعدادات ديال ديال الجي بي واتساب، ماشي البارامتر اللي كاين يعني الاعدادات العادية، عوض ما تكون بلون ابيض كتولي بلون اسود. ستة نقطة ثلاثة عشر لون دائرة الإشعارات. تغيير لون خلفية دائرة الإشعارات فقط في إصدار لولي بوبي وأعلى. ديزاكتيفي. هذه كذلك خاصة بلولي بوب فما فوق. ستة نقطة أربعة عشر إيقاف المكالمات الصوتية. عدم استقبال أي مكالمة صوتية. نون كوشي كازا كوشي. هذه إلى بغينا نوقفوا الاستقبال، يعني أي واحد صنع لنا في الواتساب ما نستقبلوش هذيك المكالمة، هو كيعطيه باللي كيصوني ولكن حنا ما كيصونيش عندنا في الوقت اللي حنا ممكن أننا نتصلوا بأي شخص. كتكون نون كوشي كنكوشيوها. هذا رقم 6.14. ستة نقطة أربعة عشر إيقاف المكالمات الصوتية. عدم استقبال أي مكالمة صوتية. نون كوشي كازاك. ستة نقطة خمسة عشر صورة مربعة. نون كوشي كازا كوشي. أبوي. هنا لو بغينا نختاروا الصورة تكون مربعة كنكوشيو هاد الاختيار هذا. ستة نقطة خمسة عشر صورة مربعة. ستة نقطة ستة عشر زوايا الصورة. واحد مربع مائة دائري واحد ديزا. هنا كنختاروا الشكل ديال التصويرة، واش بغيناها دائرية ولا بأي شكل. على العموم هذا كما قلت ما نحتاجوش بالنسبة للأشخاص المكوفين، ما يحتاجوش هاد الأشكال. نرجعو نمشيو للرقم 7 نشوفو شنو فيه. سبعة القفل دون ليس. ثمانية تحذيف ملف. سبعة القفل. هذا أبويي دو رقم فوا 7 بوغ. إلا بغينا نديرو كود التطبيق ديال الواتساب ديالنا ما يدخلو حتى واحد، التطبيق ديال الواتساب ما يدخلو حتى شي واحد، كندخلو لهنا. سبعة نقطة واحدة تفعيل القفل دون لا ليست. هنا كيعطيني أبويي تفعيل دو القفل. فوا. سبعة نقطة اثنان تغيير كلمة المرور. هنا ديزاكتيفي. كيعطينا تغيير كلمات المرور، او في هاد تفعيل القفل كيعطينا ندخلو واحد لو مود باس من الاختيار ديالنا حنا. سبعة نقطة واحدة تفعيل القفل. أبويي دو فوا هنا بوغ كنديرو اكتيفي. بحال دابا شي جروب عندنا ما بغينا حتى واحد يدخلو، او كذلك التطبيق الواتساب في الواجهه ديال التليفون كنحطو التليفون ديالنا، ما بغينا حتى واحد يطلع علينا على الواتساب ديالنا كنشغلو هذا الخيار. في حين انه داخل اي مجموعه او اي محادثه كنمشيو كنسحبو حتى كنمشيو لديك مزيد من الخيارات او اوتخ، وكنقلبو كنلقاو اغلاق المحادثه، تما كندخلو وكنسدو اي محادثه. حتى الا ما بغيناش نسدوها على الواتساب كاينه ميزه ديال انك كتسد واحد المحادثه، واحد المجموعه جروب او محادثه بينك وبين شي شخص كتسدها بكود ما يمكن حتى شي واحد يطلع عليها، واخا ياخذ التليفون ديالك ما يطلعش عليها. نشوفوا رقم 8. ثمانية تحذيف ملفات الواتساب المؤقتة دون ليست. هنا هذه ميزة ثمانية مهمة تحذيف بأنها رقم 8 كنحذف بها الملفات المؤقتة يعني ديال الكاش اللي كاينة في الواتساب. ثمانية تحذيف ملفات الواتساب المؤقتة دون لا ليست. إذن أبويي دو 8 هو حذف ملفات الواتساب المؤقتة. هذه ميزة كذلك مهمة بزاف، على أنه دوك المخلفات ديال الرسائل اللي كنصيفطو سواء صوتية أو مكتوبة أو فيديوهات
كينتج عليها واحد الملفات فارغة، كتجمع في واحد البلاصة اللي كيصعب علينا نمسحوها، ومن خلال هذا الخيار يعني اللي خصنا نبقى نديرو يعني مرة في الشهر. بعد بالنسبة لهذا الخيار يستحسن يدار مرة في ثمانية الشهر، تحديث ملفات الواتساب المؤقتة. ندخلو لباش Appuyez نسمع deux fois الواتساب. pour activer. مخلفات الوسائط 168.7 MB storage emulated 0. مخلفات الوسائط مخلفات الوسائط 168.7 168.7. بمجرد اننا غادي نضغطوا عليها ضغطتين غادي ترجع لنا للزيرو. ها كيف مخلف هيا مخلفات الوسائط 0 بايت ستوريج جيمولاتاد 0 غراند بريتانيا السجلات 163.7 ام بي داتا يوزر السجلات 0 كوم واتساب السجلات 163.7 163، هيا نضغطوا عليها ضغطتين تعطينا صفر. السجلات 0 بايت داتا يوزر صفر مخلفات الثيامات 17.1 ام بي ستوريج مخلفات الثيامات ميلاتاد صفر غراند بريتانيا وازابي هيا نردوها زيرو. قواعد البيانات القديمة صفر بايت قواعد البيانات القديمة فيها صفر. قواعد البيانات القديمة صفر بايت نمشيو لرقم 9 تسعة قراءة نوازا بيبي لوغ دون لا ليست تقريبا أبويي نحتاجوهاش، دو فوا بور أكتيفي مش حاجة مهمة. عشرة لغات البرنامج اللي مهم هي لغة أبويي دو فوا البرنامج، بور أكتيفي ضغطوا عليها هنا. عشرة لغات البرنامج الافتراضي دون لا ليست الافتراضي وكاين كوشي العربية. العربية إنجليش سبانيش بورتوغيز إيطاليان إلغاء عشر بورت الافتراضي الافتراضي أبويي دو فوا إذن بور احنا كوشي مشينا و في العربي وغادي نرجعو غادي نمشيو ندخلو المجموعة ديال تكنو بلانيت علاش غادي نمشيو لتكنو بلانيت بالضبط تكنو بلانيت باش نوريكم الخيار اللي قلت لكم على انه ممكن انكم ديروا قفل المحادثة. مزيد من الخيارات شو المزيد من الخيارات؟ وسائط المجموعة بحث قفل المحادثة قفل المحادثة. أبويي دو فوا تفعيل القفل دون لا ليست تفعيل القفل. ثلاثة اثنان واحد أبويي دو فوا بور نديرو أكتيفي هنا 1 ضغطتين ونعاودو ضغطتين. اثنان نمشيو لاثنين Appuyez deux عاوتاني. fois pour نديرو activer. الضغطة الأولى ضغطتين اثنان 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 نعود نشوفه دابا. تكنو بلانيت تكنو بلانيت كوكب التق ما عطاتش انا مزيد من الخيارات نعود نشوفوها. في المحا تفع واحد واحد أبوي هو واحد واحد نزيد واحد واحد نزيد واحد واحد عودوها واحد 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 إذن تفعلت عندنا العملية. نحاول نخرجو دابا وندخلو. تكنو بلانيت كوكب التقنية
إذن هنا نطلب منا الكود، ما يمكنش ثلاثة نخرجها، ما اثنان يمكنش نمشي واحد نديرو واحد 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 واحد. هي تفتحت لنا المجموعة ديال تكنو بلانيت. إخواني الأعزاء، نتمنى هذا الشرح البسيط جدا أنه يكون مفهوم للجميع، وإلا كان شي أسئلة حول هذا الموضوع فأنا أرى الإشارة.